سلطه البطاطس هنعملها سريعا دلوقتي على طول، اجيب بس سباتيولا كده واخد نظره على الفرن وربنا هيكبر بخاطري اهو وهتطلع معايا على طول. طيب تعالوا نشوف السلطه بتاعت البطاطس. عندي ايه؟ سمي بالله كده، عندي مايونيز اهو، زبادي حالا 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 يا استاذ تباع، كل المقادير على بعض، ما عنديش حاجه قبل حاجه زي فكره الكولسلو. وادي اهو بسله بالجزر، ملح حطينا ملح، حط بقى فلفل ابيض اهو، وادي الثوم. استخدمت كمان زي ما قلت لكم ايه، مخلل من الشركه المصريه لتجاره المخلل، عندي عمل هنا شغل مع السلطه دي مش قادره اقول لكم قد ايه حلو جدا. المخلل من الحاجات الاساسيه عندي على سفره رمضان، فبالتالي لما تشتري حاجه مضمونه، حاجه واخده شهاده الايزو، مدرجه في القائمه البيضاء للهيئه لسلامه الغذاء، فبالتالي كل الحاجات دي هتديني ثقه ان انا اقدر استخدمها بدون قلق. ودي طبعا صفحتهم على الفيسبوك عشان لو عايزين تتواصلوا معاهم، تعرفوا كمان الفروع ليهم اكتر من 15 فرع على مستوى الجمهوريه، فسهل جدا ان شاء الله ان انتوا يعني في خلال منطقتك تلاقي فرع ليهم. وادي سلطه البطاطس كمان خلصت عندي، وكده زي الفل اكلاتي جاهزه وتمام التمام. وخلاص هنختم حالا دلوقتي مع بعض، انزل بس السلطه بتاعه البطاطس وتبقى كده اكلتي جاهزه اهو. سمي بالله ويلا بينا اهي، شايفين زي بتاع بره بالظبط. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله اعذروني البيتزا هقولها لكم بكره في اول البرنامج، في اول حلقه على طول قبل ما ابتدي في اي حاجه، عشان حبيبتي مريم ويوسف اللي كلموني. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، هستنى ان شاء الله بقى تطبيقاتكم وكل حاجه حلوه منكم ان شاء الله.